الخيزران. هناك حيوان نادر في الصين ويتغذى على الخيزران وهو الباندا العملاق، فهل يكون الحيوان السري؟ إنه يعيش في غابات الخيزران، وهو حيوان رقيق ويتميز بفراء سميك ويطلق عواء حادا ويجيد تسلق الأشجار. الباندا العملاق معرض لخطر كبير، وذلك لقطع أشجار غابات الخيزران التي توفر له طعامه. شوهد الباندا العملاق خارج الصين لأول مرة في بداية الثلاثينيات، وأصبح من أكثر الحيوانات المحبوبة في العالم. كما أن كل ما يأكله الباندا العملاق هو الخيزران، لكن الحيوان السري يأكل الخيزران والطيور أيضاً.